35 مليون كاينه في المغرب. دابا مع نبقاو حرك 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 عجبد هذا تصيفطوا لقطر وعنده هذا الحكم وماشي تكون غير ادانه للشر ما تدخلش البرلمان اخلاقيا. صافي عطيتي شي من راسي ما ندخلوش حوايج اخرى. دابا خوتي المغاربه العامل والباشا اللي كاين تما شا سمعوا داك التسجيلات الصوتيه والعاده والعاده. زوار القناة مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي أسبوع في حلقة. وأنا كنشوف واحد شريط فيديو غنعرضه عليكم دابا، واحد شريط شخص بلحمه ودمه كيعطي شهادة في شخصيات مهمة كانت في المونديال ديال القطر. تساءلت مع نفسي واش هاد الناس اللي كيحكموا هاد البلاد أو يدبرون شؤون المملكة المغربية واش ما كيفكروش سمعة هاد البلاد وفي صورة هاد البلاد هادي. تصريح مثير وشهادة صادمة. وكنشوف أمامي واحد نسخة ديال الحكم حصلنا عليها من محكمة النقد بخصوص واحد ممن ذكر اسمه بشكل مقزز ومثير في هذا المونديال اللي هو الرئيس ديال الأولمبيك آسفي. هذا واحد الحكم صادر في حقه. قبل ما نمشي لهذه القضية هذه وكأس العالم وكيف غادر أسود الأطلس المونديال ودخلوا إلى التاريخ من بابه الكبير ونحتوا اسمهم بمداد من ذهب في سجل كأس العالم. قبل ما نمشي لهذه المحطة المهمة جدا 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 واللي عرفت جرائم سواء على مستوى التحكيم سواء على مستوى توزيع الجوائز، بغيت نمر من عدد من القضايا المهمة. أول قضية عرفها الأسبوع كذلك ولا تقل أهمية هي مهزلة، لاحظوا العبارة مهزلة، نزيد عبارة أخرى فضيحة، فضيحة الانتخابات التشريعية في تونس، فضيحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فضيحة ليس ضد الشعب التونسي البطل المجيد، فضيحة ضد قادة الانقلاب، ضد قيس وصحبه ومن يدعمه إقليميا ودوليا، فضيحة بكل ما تحمله الكلمة معنى. قرابة شي 90 مليون ناخب مشى صوت، مشي 100 ألف تقريبا، شي 8.2 ولا شحال هي ديال الناخبين، وربما ان بعض الاصوات او المعارضه كتقول لك بان الانتخابات ما تجاوزتش 2%. هذا ان دل على شيء انما يدل على امرين وبزاف الامور سنكتفي في هذه الحلقه بذكر امرين. اول شيء تدل عليه هذه المهزله والفضيحه هو فشل ذريع للثوره المضاده في تونس بعد فشلها في مصر، بعد فشلها في عدد من الدول وحتى في المغرب. وصول أخنوش إلى رئاسة الحكومة هو عنوان ديال الثورة مضادة، لأن عزيز أخنوش واحد من المسؤولين عن الأوضاع السيئة التي خرج من أجلها المغاربة يوم 11 أو يوم 20 فبراير في المغرب. فهذه النتيجة في تونس هي عنوان على فشل الثورة المضادة، وأن الشعوب لا تنهزم وأن الشعوب لا تقهر وأن المناورات مهما حيكت ومهما كانت يعني جودتها ونجاعتها ويعني الحرفية ديالها في آخر المطاف مصيرها الفشل. إذن أول درس هو فشل الثورة المضادة في تونس وبالتالي فشل قادة الانقلاب وعلى رأسهم الانقلابي على الدستور وعلى الإرادة الشعبية المؤسسة قيس السعيد. اذا هذه خص السي قيس ومن يلف في الفه يفهموا، ولو يعني قليل من الجرأة السياسيه ومن النخوه الوطنيه وتونس العظيمه على السيد قيس ان يقدم استقالته وان تكون انتخابات دابا رئاسيه. هذه مهزله بكل ما تحمله الكلمه معنى، مهزله ولا يبررها اي نقاش او اي تبرير مهما كانت يعني الحجيه ديالو. تدل هذه الفضيحة على نقطة أخرى مهمة جدا وخصنا نعقل عليها كامل أخوتي المغاربة، أن الشعوب والشعب التونسي واعي تبارك الله، أن الوعي الشعبي كبر رغم كل الدسائس وكل المناورات وكل البروباغاندا وكل الهجوم الإعلامي اللي دار على الشعب من أجل تدجينه ومن أجل يعني تخديره. أبى الشعب التونسي إلا أن يكون في الموعد. هاد النسبة ديال الانتخابات كتعكس الوعي السياسي المتقد للإنسان التونسي وأن الثورة المضادة لم تنل منه وأن الشعب التونسي واعي بكل الألاعيب ورافض للانقلاب ومصر على استكمال الورش ديال الثورة اللي بداها
يعني في تونس بعد المحطة أولى الفاجعة ديال البوعزيزي. هذه النتيجة تدل على أن تونس ترفع حقا شعار من فاكينش، وأن التونسيين عارفين شنو خصهم. فهنيئا لك أيها الشعب التونسي بهذه بهذا الموقف البطل، وبئس يعني كل من سار ضد الشعب التونسي البطل. محطة ثانية في هذه يعني هذه الحلقة في غاية الأهمية هو الزيارة ديال وزيرة الخارجية الفرنسية وتلاقات بوريطة. شيء مزيان نشوفوا العلاقات التونسية عفوا المغربية الفرنسية تعود إلى سابق عهدها، وحديث عن إمكانية حل بعض المشاكل. ولكن اسمحوا لنا أن نعرب لكم في هذه القناة عن عميق ألمنا وعن عميق زعما كان شي واحد فرح، نحن ما فرحانينش، لأن فرنسا تلعب على الحبلين، فرنسا تكل بمكيالين، فرنسا يعني لا تريد أن تقطع مع سياستها القديمة، تريد أن تكون صاحب الصاحبين. وصاحب الصاحبين كما تقول الليبيين كذاب، الليبيين تقولوا ربما حنا كنقولوا في المغرب بشي طريقة، ولكن كان معي واحد السجين الله يذكره بخير مسكين كان محكوم 7 سنين، واحد مرة قال لي حميد احنا في ليبيا كان هذا ولا شيء، قال لي كنقولوا صاحب الصاحبين كذاب. ما معنى صاحب الصاحبين كذاب؟ انا وواحد السيد ما كنهضروش ومقاطعين، ممكن لكش واحد ثالث يكون صاحبي وصاحب؟ ما يمكنش. إذا غير يلعب شي لعب، هذا الشيء هذا هو الدور اللي كتلعب فرنسا. هل يعقل أنه في الوقت اللي كتجي زيارة ديال وزيرة الخارجية إلى المغرب، وزير الداخلية الفرنسي كيطير إلى الجزائر، ومحادثات هاتفية بين ماكرون وتبون، والغريب في الأمر بروتوكوليا معروف البروتوكول أخلاقيا ما كيكونش دولة عندك مع التوتر الطرف الآخر، على الأقل إلى جزار الطرف الآخر كيخلي واحد جوج سيمانات ثلاثة يمكن يتصلح، يمكنش يتحكموا في سيادته. ولكن باش تكلم في نفس اليوم او لغد ليه او 3 ايام في ديك الفتره تجري اتصال، وحنا عندنا خشوع عندنا صراع وتوتر مع الجزائر وجري محادثات في تلك الفتره بتزامن مع الزياره ديال وزير الخارجيه، فهذا من الناحيه البروتوكوليه يعتبر عار واساءه وسلوك غير دبلوماسي، خاصه انه عزز بزياره الوزير الداخليه الفرنسي. لهذا نقول ان فرنسا لم تقطع مع سياستها ديال اللعب على الحبلين، وان فرنسا يعني مصداقا لتلك المقوله ديال صاحب الصاحبين كذاب، اذا فرنسا غير صادقه في علاقتها مع المغرب، خاصه وانها لم تعرب عن موقف رسمي فرنسي واضح تجاه القضيه المغربيه الاولى الصحراء المغربيه كما فعل ترامب، رغم ان بعض الاعلام حاول ان يخدرنا علما ان الموقف الفرنسي لا زال هو هو، فيه هو عند نوع من اللبس والمناور. فرنسا لم تعطينا موقف واضح من الصحراء المغربيه لانها دائما تعتبرها ورقه ابتزاز، كما كان الاتحاديون يبتزون الحسن الثاني الله يرحمه بالملكيه البرلمانيه، فرنسيون يبتزون المغرب بالصحراء المغربيه، دائما يريدون جعلها ورقه للابتزاز من اجل خدمه مصالحهم الاقتصاديه، وهذا ظهر واضح. اذا خوتي المغاربه ديك الزياره اللي دار ماكرون لفيستير ديال الدري مسالاو ولهذا الوزير فقط ضر على الرماد في العيون، ولكن هيهات ثم هيهات. كنمشي لواحد النقاش كذلك في غايه الاهميه، عرفوا هاد الاسبوع هذا هو كرة القدم وخروج المغرب من المربع الذهبي. بداية قلناها وما فيها باس نولي ونذكر ونجد تهانينا، تهانينا الحارة لأسود الأطلس بدون استثناء، تحية لكل اللاعبين، كل اللاعبين 26 لاعب اللي لعبوا واللي ما لعبوش، تحية للمدرب والمساعدين ديال المدرب والفريق الطبي ولكل من ساهم في يعني صناعة هذه الملاحم. والخزي والعار، الخزي والعار لكل من تكالب وكل من تآمر على مشاعر هذه الأمة، الأمة المغربية. ولا يخفى على ناظر ولا يخفى على لبيب أنه لاحت أمامنا عديد من عناصر ديال المؤامرة. شفتوا أخوتي المغاربة الحكم ديال الأرجنتين وديال فرنسا، لاحظوا أخوتي المغاربة كيفاش صنع على بيلانتيات، كيفاش صفر على بيلانتيات، احتكاك بسيط بيلانتيات. حنا وفي سابقه ما عمرنا في حياتنا، انا بعدا عشت وشفت في الماتشات ما عمري شفت هذا المشهد، لاعب مضروب وباين والحكم ماشي نقولوا مضروب واقف حداه وكيعطي الصفره لذاك اللاعب اللي مضروب،
ما عمرنا باش يدهشروا. هذيك جريمه ما بعدها جريمه. وهنا لابد قلتها في واحد الحلقات وهنا كنعاود اخوتي المغرب من العيوب والثغرات اللي كانت في الفريق الوطني وفي المنتخب الوطني. خاص يكون واحد الشخص مقابل غير هذا الشيء، ماشي بالضروره كيلعب الكره، ماشي معيد بدني، ماشي طبيب، هذا الضوء ديالو كيلعب على هذه الحويجات، كيراقب الملعب كله، هو اللي كيتدخل، يحيح، يمشي للفار، يحبسوا الماتش، يرونوها على الاقل نفسيا الفرنساويين يتهزموا، معنويا الدراري يعني كان واحد ثغره خطيره وخطيره جدا في هذا الماتش. فحنا كنتحملوا كذلك مسؤوليه ونكونوا مسؤولين اخوتي المغاربه، كان علينا نحتجوا على ذاك البيلانتي الاول ولا البيلانتي الثاني، خاصه البيلانتي اعتقد ديال بوفال اللي طاح فيه بواحد الطريقه فيها اساءه ما بعدها اساءه. الجريمه كذلك ظهرت بادي العيان في التحكيم ديال كرواتيا في الدور الثالث، كان واضح ان المغرب هو اللي غادي يكون يعني الفائز. ثم الجريمه ظهرت كذلك على مستوى الجوائز. هل يعقل اخوتي المغاربه، هل يعقل ان بونو احسن محارس في كاس العالم؟ العدد البيوت اللي دخلوا عليه اقل من البيوت اللي دخلوا على ديال الارجنتين، والتصدي اللي دار العدد من البيلانتيات بحال في اسبانيا ما دخلت حتى شي بيت، الاوه على الاخلاق ديالو العاليه. وكنا شفنا واحد الحركه يعني دنيئه وحركه يعني غير اخلاقيه قام بها الحارس، نستحي ان نعرضها امامكم. كل هذه الشروط او هذه العوامل تؤكد ان الاجدر والاحق بافضل حارس في هذا المونديال هو ياسين بونو. ولكن قوى ديال الامبرياليه، نقول لكم اخوتي المغاربه عندك وتعتقدوا بان الامر سهل، ابغض شيء لقلبنا احنا شخصيا والعقلنا هو نفكروا بعقليه المؤامره. وحتى ان لم تكن هناك يعني مؤامره، حتى كنقول حتى رغم اننا ممكن تكون كل شيء وارد، لان السياسه والاقتصاد راه ماشي سهل اخوتي المغاربه. اخوتي المغاربه البعض راه كيستهان هذا الامر، راه انت كمغربي منطق الفرنسي انت مستعمره ديالي سابقا، وخصني نبقى فوقك اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وثقافيا، وخا كاع تكون بيناتنا توتر ولكن ديما نحسك انك انت دوني. راه المنتخب المغربي باش يغلب المنتخب الفرنسي عندك وصحابكم هذه معادله سهله، راه معادله على مستوى السياسي والاقتصادي وكل شيء. لن يقبل الفرنسيون انك تغلبهم، لن يقبل الفرنسيون من مستعمره ديالهم سابقا اللي هي المغرب تغلبهم. لهذا حضر ماكرون بثقله، ما حضرش ماكرون في الربع، ما حضرش ملي شاف المغرب حضر، واخا كان المغرب تلقى فرنسا في الثومه كان يحضر ماكرون. ما خصوش المغرب يخرج من تحت الابط ديالو، ما خصوش المغرب يبني راسه بعيد عليه، ما خصوش المغرب يهزمه، لان الهزيمه ديال فرنسا امام المنتخب الكروي هي هزيمه امامه في التاريخ، وهزيمه ثقافيه واخلاقيه وسياسيه. لهذا فرنسا المستعمره، فرنسا التي كبدتنا والتي قتلت اجدادنا واللي دارت فينا جرائم ما بعدها جرائم، ما بغاتناش تشوفنا واقفين. لهذا حضر ماكرون بكل ثقله، وربما تحركت يعني تماسيح ماكرون في الخفاء وتحركت عفاريت ماكرون في الخفاء. والا كيف نفسر ان الفار ما عطاش الاشاره؟ كيف نفسر عدد من الاشياء وربما ليست كذا فقط فرنسا، حتى على مستوى الجوائز. وكنرجع لبونو، واش هذاك اخوتي المغاربه كاين شي حارس كان افضل منه؟ شفتوا كيف صنع ملحمه ديال اسبانيا، كيفاش صدى العدد من القذفات وعدد من يعني بزاف ديال التسديدات اللي كانت خطيره وجدا وبعيده، وتصدى لها بمهاره. الا يستحق بونو؟ الا يستحق اوناحي افضل لاعب واصغر واحد وجاي من هذا يعني انسان بسيط وقدر يمتع العالم وكل الصحف تحدث عليه؟ حتى لويس انريكي قال كلمه بشكل واحد الصوره رائعه جدا، قال كنت ارى روح بلا جسد في الملعب. هذا الشخص اللي قدر يثير انتباه لويس انريكي بهذه المهارات وبهذه القوه ووصل دوميفيرا، واش ما كانش اخلاقيا يكون افضل لاعب؟ اذا كل الجوائز ولا التحكيم كيبان بانه كان هناك تامر. والحكيمي عبر عنها، الاشاره ديال الحكيمي ماشي سهله اخوتي مار، هذيك راه الاغلال، هذيك راه الاغلال الاعتقال، هذيك راه كتعني يعني الظلم، هذيك راه كتعني ان هاد الافارقه ما غيتحروش من هاد القوى ديال الامبرياليه، فعندها اكثر من 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 دلاله. فكل الحب لاسود الاطلس. اذا كان الامبرياليون والفرنسيون قد تآمروا عنكم، فإن الشعب المغربي يحفكم بعنايته وبحبه من صغيرهم إلى كبيرهم، من الغفير إلى الوزير. والشيء بالشيء يذكر، والمناسبة شرط كما يقول الفقهاء. أسود الأطلس قد يحلون الأراضي المغرب غدا،
مناشدة لجميع المغاربة، مناشدة أنا كناشدكم كصحابي، أن يكونوا في مستوى الحدث، أن نعبر لهذا المنتخب البطل عن حبنا وعن امتناننا وعن شكرنا له، كما رفعوا رؤوسنا عاليا، علينا كمغاربة أن نرفع رؤوسهم عاليا باستقبال يليق بقامتهم الكروية، يليق بنجوميتهم، يليق بمستواهم، يليق يعني أخلاقهم وطنيتهم. لقد شرفونا أمام العالم، فالمغاربة إحنا اللي قدر. إحنا بعض مرات كنعولوا على، مع كامل الأسف، وهذا مشكل عند المغاربة، نقولها بمنتهى المسؤولية، كيكون ما كانش وعى في المناضل، تيكون شي مناضل كتلقى الفيسبوك معاه والتدوينات، وهذاك المناضل اللي معاه التدوينات والفيسبوك ملي كيدعوا شي وقفة للتضامن معاه كيجيو بعض الناس، ما كيضحيوش الناس فلوسهم، عندنا هذا المشكل، كيضحي غير بالتدوينة، كيضحي غير بنظرته، لا، ضحي بفلوسك، ضيع وقتك، واخا تقلق مشكل في الخدمة، واخا توقع لك شي مشكل، نتعلموا نبدلوا نضحيوا، لأن شنو أصل الحكاية؟ أمال الدري ضحاو وحرقوا ولعبوا. احنا نتعلموا بقاو نضحيوش، راه ما ينقصونا في المغرب وما كنضحيوش، عي كنشوفوا كنخسروا اقل حاجه اللي تدوينا، لا، نستقبلوا المغاربه ونكبروا بهم ونفرحوا بهم، والاستقبال ديالنا مع يكون حار هو اروع رد فعل لكل من تآمر على هذا المنتخب البطل. اياك اخوتي المغاربه تحقروا هذا الشيء، اياك ثم اياك، راه اول عقلوا على هذه، دخلنا للتاريخ، اول دوله عربيه، أول دولة عربية أمازيغية، أنا دائما كنعتبر المغرب عربي أمازيغي ما كنفصلش، أول دولة عربية أمازيغية إسلامية إفريقية كتوصل لهذا المستوى، يكفينا هذا الفخر. عشو هذه أخوتي المغاربة، هذه تعطيك واحد الإحساس رائع قدام العديان، وحنا عندنا العديان حدانا ومن هك، بنادم ما كيبغيش يذكر حتى انتصارات ديالك في أخبار ديالو، عرفوا هذه العداوة شحال خايبة، علاش ما يذكركش؟ لأن هذاك إنجاز وجود، ملي كتلعب في الكره وتنتصر على القوه العظمى فانك موجود ثقافيا اقتصاديا، عندنا هفوات، عندنا اخطاء، عندنا عيوب كنناقشوها ليل نهار، ولكن اخوتي المغاربه من حقنا نفتخروا بالاشياء الجميله ولو تكون قليله، خصوصا ان يكون شي ناس لان انا نقول لكم ونجيكم من الاخر، الشعب الجزائري خونا وحبيبنا، ما كنقولوش بوليميك، النظام الجزائري قسما بالله العلي العظيم، قسما بالله، وأقول لكم وتفكروا معايا، عينما الجزائري يعني النظام الجزائري كنقول عينما فضحوا فيه، فضحنا، واش هادشي اللي داروا فيه اللاعبين؟ والله حتى كاع داكشي اللي تقال غير لعب، شو بدا يلعبوا غير الاعلام كيفاش مع الدراري بانت حقيقه النظام الجزائري، انتهى الكلام. حيت اللي ما يفرحش معاك شقيقك وعربي وامازيغي في واحد المحفل دولي وانت وصلتي الدومي فينال وما كتبش عليك خبر، هذا غسل يدك منه صافي، انتهى الكلام. الكره فضحت النظام الجزائري، كاع داكشي ولا كيبان دابا داكشي تحارب الرمال هلال كذا، عا الخوال خاوي، بانت الحقيقه ساطعه، لانني نتصنت لك في هلال، نتصنت لك انا في حرب الرمال، نتصنت لك في التطبيع، نناقش انا وياك ما كاين باس، ولكن نشوف كان طلعت نصف، انا خوك الشعب، انا لا راه ما لعبش بوريطه، ما لعبش معك هلال، ماشي عمر هلال اللي كان كيلعب الكره، كان كيلعبها اونيحي ود الشعب، كان كيلعبها حكيمي، هادو عاولات الشعب، هادو ولات الشعب مساكن ما بغيتيش دوزهم عندك في التلفازه. إذن أنت عندك مشكل مع الشعب، عندك مشكل مع أمة مغربية ماشي مع أشخاص، إن كنت سامحتي في كرة ديك الدفوعات ديالك في مجال السياسة ناقشوها. هنا كنقول لكم المنتخب المغربي شحال واحد ما انتابش، راه حقق ما لم يستطع تحقيق ديالو عدد من رجال السياسة، فضحوا يعني المعدن والطبيعة ديال النظام الجزائري، أنه النظام ما كنقولش على مر التاريخ، هذه الجماعة الآن اللي هي حاكمة، لهذا كنقولوا كل الحب لأسود ديال الأطلس، ولكن هذا لا يمنعنا في هذه الحلقة أن نعود إلى الفضائح، لا بد منه. وهنا غنسأل واحد السؤال أخوتي المغاربة، الناس اللي كيدبروا الشأن العام ديال المملكة المغربية، واش ما كيفكروش في صورة المملكة المغربية؟ واش الناس اللي كيدبروا شؤون المغرب واش ما كيفكروا في صورة هذه البلاد؟ واش ما عندهمش كبدة على هذه البلاد؟ دابا أخوتي المغاربة، هذا حكم صادر في حق هذاك السيد الاسم ديالو الحيداوي، هذا الحيداوي هذا دابا عاقول يا اخوتي المغاربه، تيقول لك وما اجتمعت امتي على ضر الحديد نبوي، تنقولوا مثلا لا دخان بدون نار، عاوتاني ملي كنلقاك هنا وهنا وهنا لقيتك في واحد التسجيل صوتي اش كتقول فيه؟ كتقول انا خسرت 60 مليون خسرت 50 مليون في الانتخابات. ودير راسك انت في بلاصتي، زير راسك في بلاصتي، جابت قرباله ديال الفلوس من جيبك وواحد كيطحن فيك من جهه اخرى غادي للسبوله مع المسقي. من بعد كنلقاك في واحد الملف جنائي خطير، تهمه قد سخط ضدك ديال ملف صلاح الدين الخان. دابا خوتي المغاربه مشيت للمحكمه، مشينا للمحكمه النقد، صيفطنا جبنا هذا الحكم.
هاو بمؤاخذة المتهم هذا محمد الحداوي القائد الشركة الحداوي من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بثلاث شهور حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 30,000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في أن بتصفية مبلغ الكفالة وفقا للقانون. دابا هذا محكوم أخوتي المغاربة بثلاث شهور. غير واحد الملاحظة مهمة، كتعرفون علاقتنا بالقضاء فيها الاحترام، ولكن من حقنا نسألوا كصحفيين، نسألوا. كتعرفوا واش كتقول مدونة الانتخابات؟ الأفراد ممنوع يتسجلوا يكونوا مشاركين في الانتخاب لو انتخابي وبالتالي ما يكونش يعني في البرلمان. قال لك الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بحال العقوبات التالية. شنو هي العقوبة؟ عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها، هذه المادة 7 الفقرة الثانية. ألف عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز 3 أشهر أو غرامة من أجل جناية أو إحدى الجنح الآتية: السرقة، النصب، خيانة الأمانة، تفالش شهادة الزور أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة والبنوك والوثائق الإدارية والشهادات أو صنع الأختام أو الطوابع أو أو إصدار شيك بدون رصيد. هو اللي كيعنينا في هذا التهم. بناء الناس لمدانين نهائيا بإحدى التهم التالية واللي معنيه هنا هو إصدار شيك بدون رصيد، بحال الحداوي عطى شيك بدون رصيد فيه شي 12 مليون عطى شيك بدون رصيد. شوفوا المشرعات قال لك إلا كان الحبس نافذ وخا يكون على سيمانة تكون هذا ممنوع يتسجل ولا ينتخب ولا صافي مزيان. أما لك الموقف التنفيذ المشرع اشترط شحال 3 شهور، ولكن شنو العبارة اللي استعمل المشرع باش تعرفوا؟ قال لك مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز 3 أشهر. شحال عطاوه هنايا 3 شهور الحبس؟ دابا هنا 3 شهور هو قال لك المشرع تتجاوز، كون عطاوه غير شهر أجي نقولوا شهر، كون عطاوه 10 لا 3 شهور لاصقة، كون زادوه غير شوية ما غيدخلش انتخابات. لا المشرع قال لك تتجاوز، هو ماشي تجاوز هو 3 واقفة. أنا عاد كنسول هذا الحكم هذا ديال 3 هانيش والله العلي العظيم بمنتهى الاحترام للقضاة أنا كنطلب من السلطات تمشي تبحث في هذا الحكم هذا. يعني كيفاش؟ حيت كتجيني واحد الشيك بدون رصيد الأمانة، الشيك بدون رصيد، شنو الفرق بين 4 شهور و5 شهور؟ تابت الجريمة تاب، علاش بعت الشيك بدون رصيد 3 سنين؟ وعلاش بعت الشيك كنعرف أنا ملان خدا 3 سنين ونص الشيكات بدون رصيد، كاين اللي خدا عام، كاين اللي خدا 4، هذا جاب مع هذا النص ديال المشرع كيسمح له يدخل الانتخابات. 3 شهور النص قال 3 شهور القاضي عطاه 3 شهور ماشي قل وماشي اعتى جابها له. ولكن مع ذلك من الناحيه الادبيه والاخلاقيه حتى وان نجا جنائيا، دابا اخلاقيا وادبيا هنا فاش سولت الناس اللي كيحكموا هذا المغرب 35 مليون كاينه في المغرب دابا ما نبقاو حرك 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 عجبد هذا تصيفطوا لقطر وعنده هذا الحكم وعندنا حادث نبوي اتقوا الشبهات غا شبهه سيدي عندك في دائره الشبهه بعد من تدبير الشأن العام شيك بدون رصيد كاينه شيك بدون رصيد الادانه كاينه كيفاش كتعطي لواحد الانسان شيك بدون رصيد من الناحيه الاخلاقيه وهذا النوع من الجرائم عندها علاقه بالاخلاق وبالمروءه وبالاداب ولان الشيك الامانه اسمح لي كمواطن مغربي السي الحداوي احنا خوك انا احنا نلقاو شي واحد خوك نحترمك ولكن ملي تدخل تدبر الشأن العام الاولمبيك اسفي توزع الاوراق برلماني هنا غنناقش معاك اسمح لي يا خويا سير صافي الدم واجه وماشي تكون غير ادانه 3 شهور ما تدخلش البرلمان اخلاقيا صافي عطيتي شي بدون راسي ما ندخلوش حوايج اخرى وعطيتي الفلوس في الانتخابات عطيتي الفلوس زير راسك في بلاصتي جابت قرباله ديال الفلوس من جيبك وواحد كيطحن فيك من جهه اخرى غادي للسبوله مع المسقي وعطيتي الشيك ضمان علاش شديتيه اليوم اعطوني جارونتي راني اعطوني الضمانه ديالي اعطوني الضمانه ديالي انا شي شيك ولا شي حاجه بارد عليك دابا خوتي المغاربه العامل والباشا اللي كاين تما شا سمعوا داك التسجيلات الصوتيه علاش كنقول لكم هذا المغرب مع شي كلش مع كامل الاسف انت العامل والباشا كتعرف هذا الشخص هذا لقيتي تسجيل صوتي واخا القضاء ما يتحركش عليه واخا ما يكونش حكم انا اخلاقيا كاين تسجيل صوتي خليته تصفى اسمح لينا دابا حنا هكا ملي كنشوف واش عباد الله الدراري في الزكوتوني ورفعوا الصوره عالي عطيونا شي دوله بهدلتنا بحال المغرب ارجنتين البارح شحال شي ما عقلتش شي 80,000 واقيلا واحد اللي جا من ارجنتين شفتوا شي ناس معتصمين في المطار سمعتوا شي يا ميسي يا الشفار ولا يا ما عرفتش كيقولوا ديك السميه سمحوا لي ما بغيتش نجبد حتى السميه داك خينا سمعتوها احنا في المغرب في هذه المملكه الكره الارضيه احنا هذاك المشهد ديال 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 لوطيل ديال المطار واش هذاك ما كيعك واش هذيك عطيوني شي دوله مشات تشارك كاس العالم وشفتوا داك المغرب المملكه المغرب علاش 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 خصكم تعرفوا علاش داك الشيء ماشي ساهل شوف اللاعبين فين لعبوا وجينا حنا بهدلناهم
يا الشفار يا كذا يا التبهديله. شحال من واحد في الارجنتين شي ناس كتوجد عباد الله، وعباد الله مصيفطن بنادم والارام والقجع، راه كلشي مسؤول، كلكم مسؤولين. مصيفط بنادم القطار بلا ورقه بلا تذكره الملعب، مقطع زيد، هو شرى الطياره زيد. عرفتي اش كنقول لكم؟ ربما كانت شي مؤامره مساهمه فيها شي اطراف من داخل المغرب، حيت جات حتى نصف كاس العالم عاد وقعت هذه الكوارث. علاش؟ غادي هاك غادي في غادي غادي القطار، وسؤال بسيط في المطار ولا الجب، عندك تذكره الملعب رجع بحالك. في غادي فين غادي فين غادي؟ شوفوا اخوتي المغاربه اش قلت لكم، عاد تشوفوا واحد تسجيل صوتي مؤلم شهاده. سمعوا دابا هذا مغربي كيعطي شهاده، احنا مع كل الاحترام السي بودريقه لا نتبنى روايه هذا الشخص، ولكن احنا نبلغ هذا الشاهد سمعوا له ما كان شي حاجه بينا تكون معاه. وشوفوا اخوتي المغاربه، ولكن كاين واحد اللي ربح بزاف الا هو بودريقه، وتنقولوا وتنتحمل مسؤوليتي وتنعرف شنو كاين، وهادشي شاهدته بعيني ولمستو بيدي. بودريقه اللي كيما تيدير البيزنس في البلاد دار البيزنس هنا، الحاشيه ديالو والزبانيه ديالو اللي تياخذوا الوراق ولاو بحال لي بي دي جي ديال لي كراند سوسيتي وتيبيعوا في الوراق. 6000 واحد عطى منا 1500، فين هما هاد الوراق؟ فين هما هاد الوراق؟ ولا الدار البيضاء اللي كنعرفهم انا في 6 دونور عنده الياس ديال الوراق، مو من هذا باش تكون عنده حزمه ديال الوراق. كل 20 ورقه كتسوى 10 مليون، او بالاحرى كل 20 ورقه كتسوى 40 مليون، لان الوراق اللي الاولى تباعوا ب 20000 درهم وتباعوا ب 15000 درهم. هذا ماشي كارثه؟ شفتوا شي اسبانيوني بحالك؟ شفتوا شي ارجنتيني بحالك؟ شفتوا شي الماني برازيلي؟ على المغاربه اللي هاد المشاهد بيعوا شراو التذاكر وكلشي باغي يدير لاباس. حنا ما كنتبناوش هاد الروايه، كنعرضوها، تقدر تكون صحيحه تقدر تكون خاطئه. لان سمعنا بعض الروايات، كاين الناس اللي مشاو عند بودريقه ما نعرفش شي اشخاص ولا شنو، قال له عطينا 20 تذكيره ولا ملي ما عطاهمش تذكيره هذوك يكتبوا عليه، ولا 16 ولا 15، ما غنذكروش الاسماء لاننا غير متاكدين، ربما تكون شي داك الشيء مستهدف. ولكن هي شهاده الشخص كيقول لك انا شفته شهاده حيه. واش ماشي واجب على القضاء يسمع لهذا السيد هذا؟ واش ماشي واجب على القضاء يفتح تحقيق قضائي؟ اليوم سمعنا تحقيق سياسي اداري ان 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 حزب الاحرار غيحيد السي الحداوي على. وبغيت نسول الاخ نوش زعما دابا داك مكناش شنو عندك 30 50 مليار؟ هذه على اللي بانت 50 مليون 30 مليون باش تكون رئيس الثاني في اللائحه. ولدو 50 مليون باش نكون الثاني في اللائحه. ودابا هاد السي الحداوي من الاحرار ياك، وشحال كان ديال شنو هاد الانتخابات؟ كيفاش داير هاد الحزب اللي عنده هاد الناس بحال هكا؟ وغنسولك دابا انت حبستيه، علاش حبستيه؟ على داك التصريح اللي دار في اسبريس زلق، حيت عرفتي راسك. ولكن انا بغيت الحزب ديال الاحرار ياخذ موقف من الحداوي، موقف اخلاقي، علاش ما خدتش منه موقف في الانتخابات؟ يا كان السيد عنده شيك بدون راسي محكوم 3 شهور، واخا يكون اخلاقيا ما ترشحش، خلي سيدي واخا ديك المدونه سمح لينا انت عندك شيك بدون راسيد. ولكن كيفاش حيحيد له الشيك بدون رصيد هو عنده 17 مليار، هو براسه مدان مجلس المنافسه 17 مليار؟ ها عمق الازمه في المغرب، ها عمق الازمه منين كتبدا. هو اخ نوش عنده 17 مليار درهم، وهذا يبقى يفكر هو في الحداوي، هو براسه ما صافيش انطلاقا من مجلس المنافسه، ادانه مجلس مؤسسه دستوريه دارته ولا رئيس حكومه. لا يقع هذا الا في المغرب، والله لا لقيتيه في شي بلاصه فوق في الكره الارضيه. كيدان من المؤسسه الدستوريه كتقولوا رجع فلوس الشعب. والعدا والعدا والله ما كاين، هذه زعما حشومه والله الا عيب. والله السي اخ نوش ما عندي معك شي حاجه لا نفسيه، والله الذي لا اله الا هو. اقول يا اخوتي المغاربه لك تغلط تقولوها لي، واش اخوتي المغاربه مؤسسه ما معنى الدستور؟ اسماء وثيقه، هذه مؤسسه دستوريه، كتعرفوا معنى كلمه مؤسسه دستوريه؟ عطات موقف من واحد السيد، هذاك اللي احتاج منه موقف تحول الى رئيس حكومه وكيدبر الشان العام والاجور ورئيس السلطه التنظيميه، هو الممثل القانوني ديال الدوله. هذه غصه تكتب في اللوح المحفوظ هذه، عرفتي راه ما عندش هذا المشهد زعما غير مقبول اخوتي، والله غير مقبول زعما يسيء الينا، مع كامل الاسف الناس غارقه في التفاهات وغارقه في الصراعات الخاويه وكاينش النقاش الجدي الحقيقي، والله هذه غصه تحط البيضه في الطاس. انت سالت لك مؤسسه دستوريه والتقرير داروا الملك وحالوا على رئيس الحكومه ودارت الدوره وجيتي قلصتي في القبه ولا رئيس حكومه، ايه بمعنى شنو هذا الشيء؟ شنو هذا الشيء؟ كيفاش؟ هنا اذا عادي هذا الحداوي يبيع التذاكر، راه حنا كنضربوا الحداوي وهذا هذا سميتو هذا السيد هذا الله ما عرفتش بودريقه،
حنا كنخليهم يمشيو. راه خصك تمشي عند السي رئيس الحكومه، اسمح لي كيف صفي دمتك في مجلس المنافسه، رجع فلوس ولا كذا، وديك السيك مرحبا مع النابغه. انت جاي ساحب القانون الاطراء غير المشروع كاز كذا ورئيس حكومه، ودابا عاوتاني غنختم بهذه الفكره. دابا انا ملي كنشوفها كاعد كتقول لي دابا هاد ملي كتشوف هاد الطالبي العالمي وهاد الوهبي وهاد تجي تبقى هادو اللي في المنتخب المغربي، راه الدراري يلعبوا برا، ولاد الجاليه المغربيه. البارح كنت في الكزا، هنا الكزا في الرباط، وكاينه في واحد البلاصه التلفازه ناقله الماتش ديال الارجنتين وديال فرنسا. الشوط الثاني فرنسا لعبت مزيان، وانا نقول لواحد السيد وقع حدايا ما كنعرفوش، انا كنهضروا كتعرف الكره كتكون كنقابل نهضر، قلت له فرنسا لعبه مزيان واعره دابا. قال لي لا ماشي فرنسا، قال لي دوك الافارقه ما كاينش فرنسا، قال لي دوك الافريقيين اللي لعبوا انت. وانا شنو قلت له؟ قلت له لا فرنسا، هذوك الافارقه عندهم خوتهم افارقه، مثلا هو مالي جاي من مالي، كاين الماليين في مالي، وهذوك الماليين يوصلوا فيما وصلت فرنسا ما يوصلوش. كاين غابوني وصل المنتخب الفرنسي، غابوني وصل المنتخب الفرنسي، عنده خوتو الغابونيين تما فرقه ما وصلوش، بمعنى ان العجز كاين في المنتخب الغابوني، في الشروط الغابونيه، مشى لفرنسا وصل للفينال، وصلته فرنسا، اذا هو فرنسي، اذا هنا كتدخل الماكله، الجو، البناء النفسي، البناء الفكري، تكافؤ الفرص، المناخ، ما بقاوش نضربوا الشمس بالغربال. بشرتهم سوداء ولكن صنعتهم فرنسا. وفرت لهم فرنسا الظروف اقتصاديه، خصنا نكونوا موضوعيين، فرنسا صافي ساله هذاك منتخب فرنسي، خا يكون بشرته كحله، لو كان يمشي لبلاده وقول له يطلع يوصل لكاس، بنفس المنطق، حنا المغاربه كلنا مغاربه، ولكن ذاك النقاش ديال الجاليه استفز الناس، اولاد الجاليه المغربيه اللي هما مغاربه منتخب مغربي مشاو ولعبوا ولعبوا، راه اللي حي هو بونو، راه ما كناش ندوزوك وما كانش بونو، صافي، راه ماشي اناحي اللي اناحي واعر. وكاع الدري واعرين، ولكن نكونوا موضوعيين ونحلوا بمنطق. اللي طلعنا للدومي فينال هو بونو في اسبانيا، ما طاكاش شي واحد من غير بونو. ذاك بونو راه معروف في من كندا ومنين دازوا مشى اسبانيا. اذا نكونوا موضوعيين، حكيم زياش كان هو اخطر لاعب اللي عنده واحد الحضور واخا ما باش بحال 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 اناحي، ولكن حكيمي عنده واحد عنده كاريزما، عنده شخصيه قويه جدا، الى جانب العدد من اللاعبين كلهم اللي في الطاليان، داك الولد ما عرفش الاسم ديالو، كلهم الدراري كلهم ولاد الجاليه، كاينه بعضهم هنا ولاد الاكاديميه مزيان، ولكن داك التنقيص باش من لا سيدي، ولاد الجاليه، ولاد الجاليه لعبوا دور كبير. وملي كنقول ولاد الجاليه ماشي ولاد الجاليه ديال الجزائر ولا تونس ولا ليبيا، الجاليه المغربيه ديالنا، وخا نعياو نطيرو كلهم ولاد المغاربه، ولكن ملي كنقولوا بهذه الطريقه شنو الهدف ديالنا؟ باش نسلطوا الاضواء على ظروف ديال التكوين والعيش، باش يعرفوا الناس تحسن الاوضاع، حيت الناس باغيين نظام صونا، حنا باغيين نحسنوا الاوضاع في المغرب. اذا باش نقولوا هذوك المغاربه راه تكونوا برا، تكونوا في شروط مزيانه باش ولاو واعرين. خصنا نوفروا الشروط، ها هو سيدي شحال من نادي مغربي، علاش ما عطيوناش بحال هاد الوليدات هاد؟ اعطيني بحال حكيمي في المغرب، ما كاينش كاع جوج، شحال من نادي؟ الرجاء، الوداد، سيدي قاسم، ها الخريب، واعطيونا شي جوج، واعطيونا شي بونو، واعطيونا شي حكيم زياش، واعطيونا شي واعطيونا بحال هادو مزيانين. هما مغاربه، هاد النقاش غير باش حنا ملي كنقولوا هكا مراشي باش نقسموا المغاربه ولا بشي خلفيه، لا لا ليسوا الناس ما باغيش هاد النقاش باش مي باش مي باش يضرقوا باش 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 ما يسلطوش الاضواء على الاوضاع المغربي باش يبقى الوضع هو هو. اخوتي ملي كنقولوا جاليه كنقصدوا ان المغربي لقى ظروف مزيان غينطلق لك، بقاو في هاد النقاش الجاليه راه هو اللي غيطور. بدون ما كنبخصوا المجهودات ديال مؤسسة محمد السادس والاكاديميه عطات لاعبين مزيان، ولكن هذا النقاش ديال لا حنا هذه الفرصه ديال كاس العالم مش ها كاس العالم، خاص فرصه الانطلاق والبحث على الاخطاء من اجل الانطلاق. وجملته هو نعرفوا هاد المغاربه مشاو برا ولاو واعرين ولاو زوينين، اذا علاش؟ اذا المغربي قادر يتجاوز الاكراهات والعوائق، ها الميساج الاول، ولكن تجاوز الاكراهات والصعاب راه مشروع بشي حوايج، تغيير العقليات وتوفير شروط بنيه بيئه سليمه، جوج حوايج خاص العقليه تبدل. واش حنا خوتي المغاربه العقليه كنبيعوا التذاكر، شي بنادم يبيع التذاكر بديك الطريقه يولي كيتسمسر، هذه هي العقليه. تجي كورونا، هنا كنتوجه شي صالح تامك في السجون المغربيه، تعرفوا السجون المغربيه خوتي المغاربه هذا الشيء راه مهم، ها كنقولوا خاص تبدل العقليه. السجون المغربيه تحيد منها الماكله القفه، كانت كتدخل للسجناء، فيها واحد الجانب اداره السجون عندها الحق، كانت هذيك القفه منفذ فيه كتدخل الممنوعات صحيح، ولكن حقا اريده به باطل. تحبست الممنوعات اولا نقصت صعيب تحب، هي نقصت بشكل كبير، ولكن ملي راه انت عشت الحانوت
السجون، تبقات، شكون اللي كيبيع تبقات؟ انت عشت الصفقات ديال المطبخ والماكله، شكون هما اللي كيديروا الصفقات اللي كيشدوا لك كوزينه السجناء؟ هذه مهم هذا النقاش، من وراء هذاك الشيء؟ راه شحال من حاجه كدار في المغرب تيكونوا شي جوج ولا ثلاثه داروا لاباس، وكيبان لك انت قضيه وطن وكذا، من بعد نجيو لهذا النقاش، وراه شي جوج ولا ثلاثه داروا لاباس من ديك الصفقه، وكيغلبوك شي حاله كل الادرع الاعلاميه، فخص هذاك النقاش شكون يستافد منه؟ واش كدار شي صفقات عمومي اون بلان بيبليك؟ واش عمركم شفتوا اخنوج جار شي سجن من السجون المغربيه؟ علاش؟ ما ماشي دابا هذوك المغاربه اللي في الحبس ماشي مغاربه سي اخنوج، وزور شي سجن دخل يقدر. وشكون هو اخنوج؟ هو رئيس مجلس اداري ديال مندوبيه السجون، هو رئيس المجلس الاداري، راه هو اخنوج اخوتي المغرب، هو رئيس ما عنده علاقه. وزور باش انت رئيس حكومه سير شوف السجون في ناعسين اش كياكلوا، ظروف الايواء الاقتضاض ماشي تصنت لهم، هذوك حتى هما راهم مغاربه كيدوزوا عقوبتهم وكحسبوهم انتم مجرمين اللي بغيتوا كي المغاربه. علاش جبتكم اداره السجون باش نقول العقليه؟ هذه كورونا، كورونا مشات ولا مشات؟ شفتونا في الملاعب كيفاش كنديروا في الكوره في العالم؟ ياك شفتوا كاس العالم كيتنط المغاربه ما كيخرجوش الشوارع والاحتكاك كيكو، انا غندير لكم في المونتاج غتشوفوا الاحتكاك. وما معنى ما معنى الزياره 15 يوم في الحبس؟ دابا الماكله القفوه تحيدت للساجين، عرفتي القفوه خوتي المغاربه، داك الملويد الوالده، ديك السردينه ديال الزوجه، الساجين تيكون محكوم بالاعدام، كيتنفس عبر القفوه دمه. تصور شي كون مضارب الحبس السجين 20 عام مسكين 20 عام وتعطيه داك الطرف ديال اليدان هكا من الاربع للاربع ويبقى يضرب هو في البيض وفي الكاشير ديال الحانوت صافي تاكل البيض والكاشير ويبقى يجيب لك العدس. اما ديك القفه من كياكل الماكله بعدا واحد الطاقه سلبيه كيخرجها في الاكل، طاقه بنادم عنده، وهذيك القفه كيوكل مع اللي حداه واللي حداه واللي ماشي حداه، كلشي كياكل في الحبس، وخا بنادم معذب كيخلق واحد الجو نفسي. عرفتوا دابا بنادم جاف في الحبس نفسيا. وفي الاخر جات كورونا، واخا شحال الزياره؟ علاش علاش السيد تهمك؟ علاش 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 15 يوم الزياره؟ اسمح لي، علاش؟ كورونا دازت مشات، الناس كتلعب في الملاعب، سهل النقاش كورونا، ودير الزياره الناس رجع لهم سيمانه سيمانه، راه كاين اللي مزوج، كاين اللي ما كيشوفش ولادو باقي صغار، خلي ديك العلاقه الاسريه تبقى. دابا تقطعت بالقفه وقطعها بالزياره، صافي غير لقينا واحد كورونا استغلينا بحال قانون الطوارئ. علاش هذا قانون الطوارئ؟ علاش؟ أقول بقى شي كورونا حال قانون الطوارئ درنا مع كورونا، واش بقى شي كورونا في العالم؟ علاش تمديد حالة الطوارئ؟ وعلاش هاد الزيارة؟ هادي هي العقلية. ملي كتشوف الإدارة كتعامل حنا هادشي خص الإدارة تكون حنينة. ذاك السجين كتابيه المكتب ولا رجع له سيمانة الزيارة، علاش؟ ما زيد الموظف إلا ما عندكش. باقي بنادم صافي جاتي شديتي واحد الكورونا استغليتي وضع، هذا هو استغلال. صافي سالات كورونا، واحد الوقت كان عندك حق شهر كاع. الاسره تعيشت معك 6 شهور ما كشفتش والديها، الناس تعذبت، ولكن حبست كورونا ارتفع الخطر، وخلي بنات صافي. لا الكورونا غتجي على السجون، وحنا عندنا برا في الحريه الناس كي اذا غير معقول كيما حاله الطوارئ صافي. راه كاين امراض خطر من كورونا اليوم كتقتل في المغرب بالالاف ولا احد ينتبه لها، اذا ما خصناش نبقاو نستغلوا. هاش كنقول العقليه خصها تبدل. كنشكركم المتتبعات والمتبعين، ومره اخرى نشد بحرارة على أيدي المنتخب الوطني وعلى السي وليد الركراكي، وكنتمناكم خوتي المغاربة أن تشرفوهم باستقبال حار، وكنتمنى السلطات المغربية رسميا أنها كذلك يعني تكبر وتحتفل وأنها تهلا في هذه الوداد. وحنا ما كرهناش نشوفوا شي شوارع، شارع ياسين بونو، شارع حكيم زياد، ودير شي تمثال، ما كرهناش يدير في الرباط ولا في الطربيده شي منطقه حيويه، واحد اللوحه فنيه كبيره تشرف عليها الدوله المغربيه، فيها كل اللاعبين وفيهم الركراكي كلهم. علاش؟ باش يكونوا هذوك واحد ملهمين للاجيال المقبله، باش نقولوا الناس اللي دار شي حاجه غنكرموه، هذاك شكل من اشكال المكافاه، هكا كنشجعوا الناس على العطاء وعلى البذل. هادو ناس رفعونا راسنا عاليه، هادو ناس المغرب تكتب في الصحافه الدوليه، هادو ناس جمعوا العالم عليه، كلشي كيهضر علينا وبالنا كبار. واش ما يستحقوش منا نكرموهم شي لوحه شي ديكور كبير وتكون تمثال، تكون تمثال كبير باش نبقاو حتى في العالم يبقاو يعقلوا، وحتى العاديه اللي كيكرهونا نزيدوا عاوتاني نفكروهم بهذه الملحمه ديالنا. كنشكركم المتتبعات والمتبعين القناه، والى اللقاء.